يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة كالعادة، أخبار كتير وكواليس أكتر وتفاصيل بالتحديد وتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي على مدار فقرات مختلفة من حلقة اليوم وحلقات الترند المختلفة بشكل عام، بخلاف بعض الأخبار المحلية والعالمية التي قد نتطرق إليها في جزء من أجزاء الحلقة. منتظرين دايما تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة. كالعادة السؤال بيتعلق بالفريق الأول لكرة القدم، وكالعادة تواصل حضراتكم معنا دايما بيشرفنا. رأيكم إيه هي أفضل مباراة للأهلي السنة دي في دوري أبطال أفريقيا؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وأنا في رأيي يعني أن أفضل مباراة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هي المباراة اللي جاية بإذن الله تعالى، هي مباراة الوداد. إن شاء الله هتكون أفضل مباراة للأهلي، وإن شاء الله من خلالها الأهلي يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا المرة الثالثة على التوالي وال11 في تاريخ النادي بإذن الله تعالى. دعوتنا كلنا، وأسبوع مليء بالكواليس الخاصة بالاستعداد لهذه المباراة المرتقبة. البداية بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب. والفريق يبدأ استعداداته للوداد غدا بالتوفيق يا رب. أما في الترند العالمي، مبابي يوجه رسالة لريال مدريد. بعد إيه بقى يا عم؟ خلاص. يعني طبعا قصة مبابي يعني شغلت بال جماهير كتير جدا في العالم كله على مدار عدد كبير من الأشهر، لكن حسمت تماما بانضمام مبابي، أو مش انضمامه يعني تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في صدمة لجماهير ريال مدريد اللي أنا منهم. هنتكلم على القصة دي في جزء من أجزاء الحلقة، لكن خليني أقول لحضراتكم مباريات اليوم وأهم هذه المباريات، وهي خلاص المباريات بقت قليلة بالمناسبة لأن كل الدوريات خلصت، وكان أبرزها الدوري الإنجليزي امبارح والدوري الإيطالي اللي حسم لصالح الميلان بعد غياب 11 سنة عن التتويج بهذا اللقب. وكل الدوريات تقريبا في أوروبا خلصت، وهي كلها دوريات مهمة، لكن عندها دوري ما بيخلصش، بيقعد كتير جدا طبعا الدوري المصري بسبب ظروف كتير. إن شاء الله نحاول نتدارك هذه الأمور ونبقى يعني نمشي على غرار الدوريات الكبرى في العالم كله. لكن النهاردة الدوري المصري فيه مباراة مهمة لكلا الفريقين. فاركو مع الجونة هي أهم للجونة في الحقيقة، بخصوص صراع البقاء والنجاة مبكرا من صراع الهبوط، لكن ظروفهم صعبة شوية. المباراة دي هتكون الساعة 6:30 مساء. والنهاردة كمان في ماتش في كاس مصر. أني كاس مصر بقى؟ فاكرين كان في كاس مصر كده السنة فاتت وما اكتملش، يعني ما اكتملش خالص، فكان توقف وخدوا قرار باستكماله، وهي مباراة اليوم ما بين الزمالك وأسوان. هي كده هتبقى يا جماعة في الدور الكام؟ يعني في نصف النهائي تقريبا، صح؟ نصف النهائي كاس مصر السنة اللي فاتت مش السنة الحالية، فدي أيضا مباراة هتكون مهمة ومثيرة. أسوان طبعا متاشي بالعودة للدوري الممتاز، والزمالك بيحاول يعود للانتصارات بعد الإخفاق في آخر مباراتين في بطولة الدوري أمام إنبي وطلاع الجيش، فأكيد هتبقى مباراة الساعة 9 بالليل مهمة جدا. دي أهم وأبرز المباريات، لكن عندنا أمور كتير جدا جدا هتكون أكثر أهمية هنتكلم فيها بعد الفصل، فاستنى. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. في الحقيقه عندنا كلام كتير جدا في بعض الملفات المهمه، وانا هبتدي بالتحديد بالنادي الاهلي لان هو ده يعني الملف الاهم بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، واحنا مجبولين على مباراه حاسمه وهامه جدا في نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله فريقنا يكون موفق فيها. دعوات كل المصريين ان شاء الله الاهلي يفوز بالبطوله الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي، وعندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين. فبالتالي انا عايز ابتدي بقرارات مجلس اداره النادي الاهلي امبارح اللي عقد بالامس، ويعني نتج عنه بعض القرارات الهامه جدا، ونقولها لحضراتكم ونعيدها تاني على حضراتكم لان هي مهمه في الحقيقه، وهي بتتعلق ايضا بهذه المباراه المرتقبه ومباراه الاهلي والوداد. رقم واحد، اول قرار من اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، واحد، الاستمرار في دعوى النادي القضائيه امام المحكمه الرياضيه الدوليه ايا كانت التداعيات
المقبله سلبا او ايجابا، يعني ايا كان ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه بالسلب او بالايجاب، الاهلي مكمل في الدعوه دي، وده حق مشروع جدا للنادي في الحقيقه. مش عارف البعض مستغرب ليه من مطالبات النادي الاهلي البحث عن العداله، مش عارف ليه مستغربين، حتى في بعض المصريين يعني المحللين والنقاد وكلام من ده مستغربين، مش عارف ليه بصراحه، لكن ملناش دعوه. تاني حاجه او بنكمل طبعا الخبر ده لارساء مبدا العداله بعيدا عن اي خلافات وهميه، والاهلي حاطط كلمه وهميه دي بين قوسين، لان طبعا البعض حاول ان هو يتكلم على ان في مشاكل ما بين الاهلي والوداد وكلام من ده، والكلام ده غير حقيقي، وهنجي له دلوقتي في هذا او هذه القرارات. مع انديه شقيقه يتحدث البعض عنها، خاصه وان الاتحاد الافريقي لم يرد على الطلبات المشروعه للنادي والتي تم ارسالها الى الكاف منذ 4 ايام. يعني الاهلي بعت من 4 ايام مطالبات او خطابات للكاف ومحدش رد، برضو دي حاجه غريبه قوي، مش عارف ليه. يعني هو السبب الوحيد من وجهه نظري ان الكاف مش لاقي رد، هيرد يقول ايه؟ يعني هيرد يقول يا جماعه اصل احنا بصراحه عايزين ندي البطوله للوداد؟ لا طبعا، هو باين قوي ان هي فيها نوع من انواع الايه التحيز بشكل او باخر يعني، فهم مش هيرد يقولوا كده، بس على الاقل يبقى في رد. للاسف مفيش رد. دعم النادي ده رقم 2 بقى، دعم النادي لرحله اليوم الواحد لجماهير الاهلي الراغبه في السفر الى المغرب لمسانده الفريق بواقع 3000 جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحه الوطنيتين لاكي تورز وماستر ترافل، واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الامر. وجه مجلس الاداره الشكر والتحيه للدكتور اشرف صبحي، لان الجزئيه دي مهمه، لان ناس كتير جدا جدا طلبت النادي الاهلي ما تتكفل انت بمصاريف الرحلات بتاعت الجماهير وكلام من ده، والكلام ده غير قانوني، ما ينفعش. الاهلي ان كان عليه عايز يعمل اي حاجه للجمهور، لكن بيبقى في جهات بتحاسب النادي الاهلي على اي جوانب ماديه يعني، واي امور او اي قرارات يعني. فبالتالي الاهلي بيوجه التحيه والشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لتفهمه وموافقته على ان يتحمل خزينه ان تتحمل خزينه النادي المبلغ المشار اليه. من ضمن القرارات كمان الرفض القاطع لمحاولات البعض اثاره خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، وعمره ما هيحصل ومش هيبقى فيه اي فرصه لكده يا جماعه، واتكلمنا في الجزئيه دي اكتر من مره، والتاكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الاداره بان الخلاف القائم حاليا مع الاتحاد الافريقي فقط لا غير. الاهلي ما عندوش اي خلاف مع حد تاني، خلافه مع الاتحاد الافريقي في مشوار البحث عن حقوق النادي المشروعه والعادله يعني. والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراه النهائيه متناقضه، وان النادي الاهلي يعتز بالعلاقه الطيبه التي تربطه بكل الانديه المغربيه الشقيقه ومسؤوليها. اخر قرار تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بترأس بعثه فريق الكره في النهائي الافريقي، وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤيه الجهاز الفني. وطبعا تواجد الكابتن محمود الخطيب شيء لابد منه، رئيس النادي الاهلي بقيمه كبيره جدا ودافع هيكون قوي قوي بالنسبه للاعبين في مباراه وحدث مهم زي ده، نتمنى لهم يا رب التوفيق. موعد السفر بالنسبه للنادي الاهلي هو ده متروك للجهاز الفني بقياده مستر بيتس موسيماني بالتنسيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره مع اداره النادي الاهلي بالطبع، لكن انا هقول لحضراتكم الميعاد الاقرب حتى هذه اللحظه هيكون يوم الاربع باذن الله اللي جاي، يوم الاربع اللي جاي هيكون الميعاد الاقرب، لسه مفيش اعلان رسمي بخصوص الموعد، لكن يوم الاربعاء هو الميعاد الاقرب اللي هيسافر فيه النادي الاهلي للمغرب عشان يستعد بشكل مبكر شويه للمباراه هناك، يعني قبل الماتش بخمس ايام تقريبا يعني، فدي مده كويسه جدا قبل مباراه مهمه زي دي. بالمناسبه الاهلي ان شاء الله باذن الله هيستأنف تدريباته بكره، تدريبات مهمة وهي هتكون البداية الفعلية للاستعداد للمباراة النهائية أمام الوداد المغربي في المغرب بإذن الله تعالى، رغم أن لحد دلوقتي الاتحاد الأفريقي ما بعتش أي خطاب للنادي الأهلي بخصوص موعد ومكان المباراة، لازم بيبقى فيه الخطابات الرسمية دي، وبرضه ده شيء مستغرب شوية. ففي كل الأحوال دي بعض الأمور والكواليس اللي تتعلق بالنادي الأهلي حبيت أبتدي بيها مع حضراتكم حلقة اليوم. لكن تعالى بقى للملف اللي مش هيتقفل واللي هنفضل نتكلم فيه شويه، وهو ملف الحكام والتحكيم المصري. وامبارح الكابتن عصام عبد الفتاح كعادته بيطلع يتكلم في بعض القنوات الفضائيه، حقه يتكلم، بس مهم قوي لما يتكلم يقول كلام صحيح، كلام موجود في قانون كره القدم، او كلام موجود في البروتوكول والتعديلات الاخيره اللي حصلت في 2021. امبارح ابرز التصريحات للكابتن عصام فتاح اللي ليه كل الاحترام والتقدير، ولازم أكد على الجزئية دي، وإن إحنا مختلفين معاه
كجماهير مصريه بالمناسبه، مش كقناه اهلي ولا كامير هشام ولا كاي حد من لا، هي جماهير الكره المصريه كلها بتنتقد الكابتن عصام فتاح. ده امر واقع وملموس من اكتر الفترات اللي فيها انتقاد كبير جدا للتحكيم المصري. كلنا واخدين بالنا من الكلام ده. فعلى المستوى الشخصي ما عندناش اي مشكله مع الكابتن عصام فتاح، لكن احنا عندنا مشكله مع تصريحاته الغريبه واللي في بعض الاحيان بتكون مستفزه للغايه. يعني امبارح ابرز تصريحات قال لك انا لا اتحدث عن دعم التحكيم، فالتحكيم مع ربنا. ماشي، كلنا معانا ربنا. بعدما تم الاشاده بالحكم المصري محمد عادل الذي ادار القمه الماضيه، خرجوا بعد ذلك وانتقدوه بسبب كلمه احتواء، ورغم ان الكلمه موجوده في القانون. حلوه قوي بقى كلمه احتواء. يعني كابتن عصام فتاح بيقول لك ان في كلمه اسمها احتواء موجوده في قانون كره القدم. فانا هعرض لحضراتكم قانون كره القدم. احنا قعدنا، وبشكر طبعا زمايلي في فريق الاعداد ورئاسه التحرير سواء عمرو فهمي وكريم صلاح ونادين واحمد عبد العال، كلنا قعدنا كده ندور على في قانون التحكيم، قانون كره القدم، عن كلمه احتواء. وفي خلي بالكم بالمناسبه يا جماعه، البروتوكول نفسه والقانون نفسه مترجم لكل اللغات. فاحنا ادي اللغه العربيه قدام حضراتكم اهي. قلنا يمكن احنا ما بنفهمش حاجه، يمكن احنا ناس فاشله وبنتكلم وخلاص، يمكن احنا بنقول اي تصريحات وخلاص. لكن الاكيد ان بعد بحث كبير جدا وتركيز وتدقيق ما لقيناش خالص 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 كلمه احتواء. دوروا كده معايا والله، بصوا بتكلم حضراتكم بمنتهى الامانه، كلمه احتواء دي مش موجوده. هو بيقول ايه؟ ده احنا بنقولها في المحاضرات للحكام. دي تبقى كارثه سودة، تبقى كارثه سودة يا كابتن عصام، ان انت تكون بتقول بتلقي محاضرات للحكام وبترسخ في اذهانهم وثقافتهم التحكيميه كلمه الاحتواء. دي تبقى مصيبه سودة، لان هي حاجه مش موجوده اصلا. فيبقى احنا بنعلم حكامنا حاجه غلط، فبالتالي الناتج بيبقى ايه حضراتكم؟ الناتج بيبقى المشاكل الكتير اللي احنا فيها دلوقتي بسبب التحكيم. صح ولا لا؟ صح. طيب يبقى اذا مفيش كلمه احتواء في قانون كره القدم. تعالوا بقى لتعديلات قانون 2021 اللي قدام حضراتكم على الشاشه، والاصفر ده هي دي التعديلات، تمام؟ التعديلات اللي حصلت في 2021 2022 بالتفاصيل. وبرضو قعدنا ندور على كلمه روح البروتوكول ما لقيناهاش. مفيش حاجه اسمها روح البروتوكول يا جماعه والله خالص خالص. جبنا كل حاجه وفصصناها كده واحده واحده وبالراحه وعلى مهلنا، ما لقيناش حاجه اسمها روح البروتوكول اصلا. وده البروتوكول والمبادئ والتطبيقات العمليه والاجراءات الخاصه بالفار، تمام؟ بروتوكول حكم الفيديو المساعد اهو، كل ده البروتوكول، كل اللي قدام حضراتكم ده. هل في كلمه روح البروتوكول؟ لا. ادي ملاحظات حول قوانين اللعبه، كل القوانين وحدات القياس والمتريه وكلام من ده. رجعوا لي الصوره اللي فاتت تاني معلش. وادي الاربع بنود كمان اهو زي ما حضراتكم شايفين، حكم الفيديو المساعد. طب نستقر على صوره عشان اقرا يا جماعه. حكم الفيديو المساعد في التعديلات الجديده، تمام؟ وبعض الامور الهامه جدا جدا. القوانين كمان 4 و5 و12 بروتوكول الفار، السلوك غير اللائق وغير العنيف بنوده بالاجراءات اللي لازم تتاخد وكلام من ده. يعني في الاخر يا جماعه دي اخر التعديلات، اخر التعديلات الخاصه بايه؟ ببروتوكول الفار، تمام؟ فبالتالي مفيش حاجه اسمها ايه؟ احتواء زي ما الكابتن عصام فتاح امبارح قال في مداخلته في احدى البرامج، ومفيش حاجه اسمها روح البروتوكول. وبنتمنى، وانا امبارح او اول بالتحديد اول امبارح قلت وجهت رساله لكل الحكام المصريين، يا جماعه ما تتفرجوش على التلفزيون في الفتره دي حاليا. لما تتفرجوا ولقيتوا مداخله للكابتن عصام عبد الفتاح ابوس على ايديكم، ما تسمعوش المداخله. ليه؟ لان كلها كلام غلط في غلط، وكلام غير موجود في القوانين، وكلام غير موجود في البروتوكول الخاص بالفار. فبالتالي انتوا كده بتكتسبوا ثقافه تحكيميه خاطئه، تمام؟ فعلى الشاشه اهو حضراتكم، هعيد على حضراتكم الكلام تاني، البروتوكول والمبادئ والتطبيقات العمليه والاجراءات. واحد، المبادئ استخدام حكم الفيديو المساعدين في مباريات كره القدم. انا بس عشان شايف من 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 بعيد، تمام؟ فقال لك ايه؟ هدف او ليس، ايوه، الف وب وجيم دول هم اهم حاجه، انا بس عشان شايفهم بعيد فبس احاول اقراهم لحضراتكم. هدف او ليس هدف، ده الحالات بالمناسبه بقى اللي احنا بنقوله ده، البروتوكول بتاع الفار والحالات
اللي الفار لازم يتدخل فيها فقط، مفيش حاجه تانية غير الموجوده اهي، ده القانون يا جماعه، ده البروتوكول والله، مش حاجه مش احنا طابعينها من عندنا، تمام؟ ولو اي حد عايز النسخه دي نبعتها له، مفيش اي مشكله. هدف ام ليس هدف، ادي حاجه. اتنين، ركله جزاء ام ليست ركله جزاء، تمام. ثلاثه، البطاقه الحمراء المباشره، تمام. اربعه، الهويه الخاطئه. هم تمام، يعني الهويه الخاطئه دي يعني اللي هو انت اديت للعيب انذار وطلع مش هو اللي يستحق الانذار، لعيب تاني يعني، تمام. هم دول الاربع حالات التي يجب ان يتدخل فيهم الفار. لكن حته الاستئناف اللعبه مثلا زي ما ماتش الاهلي والبنك الاهلي ده، الكوره بتاعت رامي ربيعه وكلام من ده، ان الفار ينادي الحكم، ده امر غير قانوني بالمره ومش موجود في البروتوكول ولا في حاجه اسمها روح البروتوكول عشان نجيب ايه، عشان نتكلم في الجزئيه دي. فانا جبت لحضراتكم الاربع حالات. بالمناسبه كان في محاضره اتعملت تقريبا من سنه او سنه ونص ساعه لما الفار كان بيدخل مصر. المحاضره دي اتعملت في نادي المقاولين العرب، وتم توجيه الدعوه للاعلاميين، وانا كنت من اكثر الناس حرصا على حضور هذه المحاضره عشان افهم الفار الامور بتبقى ماشيه ازاي والبروتوكول عباره عن ايه وكلام من ده. لما القوا علينا المحاضره كاعلاميين، تمام، ما عدتش عليا خالص، مع ان انا من الناس اللي بتركز يعني، انا كنت شاطر شويه فبركز، بحب اركز يعني. ما عدتش خالص عليا كلمه روح البروتوكول، ولا عدت عليا كلمه الاحتواء. يعني المحاضرة استغرقت وقت كبير يعني، فبالتالي الكلام ده مش موجود. فبالتالي انا بعيد وباكد تاني على حكامنا المصريين، يا جماعه مالكوش دعوه باي تصريح يقوله الكابتن عصام فتاح، في تصريحات بتبقى منطقيه طبعا خدوا بيها، ده راجل محاضر دولي وحكم كبير، ما نقدرش نقول حاجه خالص، حكم دولي وكل حاجه وليه كل الاحترام والتقدير. خدوا الحلو المنطقي وسيبوا الوحش، سيبوه خالص اللي هو بيقوله الحاجات اللي هي غير منطقيه واللي مش موجوده اصلا. عندنا هنا دماغ بنفكر بيها، عقل بنفكر بيه. فدي رساله لحكامنا المصريين، خلوا بالكم من هذه التصريحات لان هي تصريحات غير حقيقيه وغير موجوده بالمره في قوانين التحكيم او حتى في بروتوكول الفار. ده فيما يتعلق بموضوع كابتن عصام فتاح واللي قال بعض التصريحات الغريبه بالمناسبه بالامس، ومش يعني مش اول مره تحصل يعني. لكن تعالى نخش على ملف تاني، وعايز ارجع لتصريح مهم قوي وما يتعلق بمباراه الاهلي والوداد، ولفت نظري التصريح لمدرب الوداد وليد الركراكي، ماشي، واللي قال ايه امبارح. قال لك اللي بيقول ان الاهلي هو المرشح الاكبر للتتويج، اذا ربحنا هنا سنكون سعداء لاننا لم نقم بصفقات. خلي بالك من الكلام، لديهم خبرات اكتر مننا، ماشي، هننام اهو ننام، وكذلك التاريخ يقف في صفهم، احنا خلاص كده نمنا خالص. سنقاتل 90 دقيقة أو 120 دقيقة وحتى لو وصلنا لركلات الترجيح. التصريحات كلها إيه؟ هي عايزة في اتجاه الشغل النفسي والجانب النفسي والتأثير على النادي الأهلي وعلى اللعيبة وعلى الجهاز الفني، إن إيه يا جماعة؟ لا ده أنتوا أحسن مننا بكتير، ده أنتوا أجمل مننا، ده أنتوا تاريخكم، أه طبعًا تاريخ النادي الأهلي أكبر، ما فيش حد يختلف على كده. ده أنتوا قدراتكم أعلى مننا بكتير. قد نتفق وقد نختلف، لو احنا كسبنا دي تبقى معجزه. ليه معجزه؟ ليه؟ نادي الوداد فريق كبير جدا، مش عارف هو بيقلل من نادي الوداد ليه. لكن في كل الاحوال يا كابتن ركراكي، ده انت جاي في حته مش هتسلك فيها. احنا عندنا ملك الموضوع ده، ملك التصريحات، موسيماني مش هيضحك علينا خالص في التصريحات اللي زي دي، حقه يقول له هو عايزه طبعا، له كل الاحترام يعني. لكن الحاجات اللي زي دي احنا عانينا منها، وموسيماني مدير فني في صن داونز، فمش هتخش على موسيماني وعلى اللعيبه، وان شاء الله الاهلي يكون موفق. هروح بس الفاصل بسرعه، وبعد الفاصل لسه عندنا حكايات هنتكلم فيها، فاستنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. امبارح طبعا كانت ماتشات مثيره جدا في الجوله الاخيره من الدوري الانجليزي، وكانت ممتعه للغايه، والواحد ما كانش متوقع اللي ممكن يحصل بعد ما استون فيلا كانت كسبانه 2-0 لحد الدقيقه 70. مانشستر سيتي رجعت 3-2 وكسبت الدوري، رغم ان كان لما كانوا كاسبين 2-0 استون فيلا كانت ليفربول متعادله مع ويلفرهامبتون 1-1 لحد ما صلاح جاب الهدف الثاني، بس كانت اوريدي خلاص مانشستر جابت 3 اهداف، فالامور كانت حسمت. لكن في كل الاحوال في متعه، في كوره ممتعه، من ضمن الحاجات الجميله المبهجه بالنسبه لنا واللي الواحد يعني فرحته امبارح شويه، ان محمد صلاح
خد جايزه احسن او اكتر لاعب جاب اهداف في الدوري، هداف الدوري برصيد 23 بعد ما كان سون لاعب توتنهام تقدم عليه من خلال هدفين في نوريتش في نفس التوقيت. فكان صلاح لسه نازل، فكان 23 لسون و22 لصلاح، بس صلاح جاب جون فبقى 23 23، ففاز بالحذاء الذهبي وفاز كمان باكتر لاعب عمل او صنع اهداف في الدوري الانجليزي، وده انجاز كبير جدا جدا. ما اعتقدش يا جماعه صعب قوي ان احنا نلاقي واحد زي محمد صلاح للكره المصريه فيما بعد. وارد لو الناس كلها او اللعيبه اللي نفسها تحقق احلام كبيره زي صلاح كده مشوا بنفس الصيغه بنفس الطريقه بنفس العقليه، فان شاء الله ممكن نلاقي، لكن هيبقى فيه صعوبه، هناخد وقت يعني. فاحنا محظوظين كجيل ان احنا بنعيش عصر فيه لعيب مصري عالمي بيحقق انجازات زي دي، نتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن الاهم بالنسبه لي بقى برضو بمرجوعنا لموضوع التحكيم، يعني دي جزئيه كنت حابب اتكلم فيها وعدتني في الفقره اللي فاتت. امبارح كان في 3 حكام في الدوري الانجليزي، كانت اخر مباراه ليهم في مسيرتهم التحكيميه. الحكم مايك دين ده اللي حكم مباراه تشيلسي وواتفورد، والحكم جون موس حكم مباراه ليستر سيتي وساوثهامبتون، ومارتن اتكنسون حكم مباراه مانشستر يونايتد وكريستال بالاس. او فولي بقى عند الصور دي، تعالوا بص الحكام هناك تقديرها عامل ازاي من اللعيبه، الناس بيبقوا اللعيبه بتبقى مقدراهم ازاي، ازاي بيبقى معروف ان دي اخر مباراه للحكم ده، وازاي بيتم يعني ايه تكريمهم حتى لو بطريقه كده زي ما احنا شايفين اسبيكويتا مثلا لاعب تشيلسي وبيسلم على مايك دين حكم المباراه وهو بيخوض اخر مباراه ليه وبيقول له يعني بالتوفيق في رحلتك اللي جايه وخلاص يعني، وبيشكروه ازاي وحاله الحب ما بينهم وحاله الاحترام اللي موجوده ما بينهم. هل احنا ممكن نلاقي في الملاعب المصريه كده؟ لا صعب، بل صعب جدا كمان في ظل تواجد الكابتن عصام عبد الفتاح بتصريحاته المثيره. تمام، فليه ما نبقاش كده؟ ليه ما يبقاش في تكريم للحكام بتوعنا المتالق؟ طب بالمناسبه الصور اللي زي دي هي ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن ان ده حكم هادئ في ادارته للمباريات، حكم جيد والناس كلها عارفه امكانياته المميزه، حكم اللي بيشوفه بيحسبه ما عندوش احتواء ولا عنده روح بروتوكول ولا عنده اي حاجه. فبالتالي طبيعي جدا ان انت تلاقي صور زي دي، صور جميله زي دي. نفسنا في الملاعب المصريه نشوف لما يكون مثلا اي حكم ايا كان مين هو خلاص دي اخر مباراه بالنسبه له، اللعيبه بعد الماتش تروح تسلم عليه اقل تقدير يعني، لانه برضو الناس دي بتتعب وبتعمل مجهود كبير وكلام، ممكن بيتظلموا بعض الاحيان لان المسؤولين عنهم للاسف بيعملوا اخطاء كبيره جدا، وبرضو بيبقى عندهم هم اخطاء كحكام. لكن في نفس الوقت نفسي يكون عندنا تقدير اكبر للحكام، والتقدير ده مش هيجي غير بايه؟ لما نشوف يعني تطور في مستوى التحكيم المصري وحكامنا المصريين. يعني عندنا امال كبيره جدا في كده، وان ده باذن الله يتحقق في يوم من الايام باذن الله تعالى، بس لازم يكون في تصحيح في بعض الامور الهامه. ماشي، انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات الحلقه، فاستنوا يلا بينا. ترند الاهلي واخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق على السوشيال ميديا، نبتدي بكوره بلس وتصريحات لنادر شوقي وكيل اعمال محمد محمود نجم النادي الاهلي، واللي بيقول تصريحات مهمه. قال ان محمد محمود يرغب في الاستمرار بالاهلي ويحترم قرار استبعاده. محمد بالمناسبه من الناس اللي يعني محترمه جدا، الهاديه قوي، اللي بيحبوا النادي جدا، الصبور قوي قوي، ظروف كتير عانى منها على مدار الفتره اللي فاتت من ساعه ما جه النادي الاهلي، 3 اصابات قويه يعني 2 صليبي وغضروف، ويعني مش اي حد يستحمل الكلام ده. هو عنده ايمان بربنا كبير في الحقيقه ما شاء الله عليه، ففي نفس الوقت عنده اتزان، يعرف يفكر ويعرف يصبر ويستنى وكلام ده. مؤخرا محمد محمود مش موجود في قائمه النادي الاهلي للمباريات يعني، ففي المباريات الاخيره، فهل ده معناه ان محمد عايز يمشي؟ لا، نادر شوقي نفسه اكد هو ان محمد موجود ومكمل مع الفريق ولسه ناقص له سنتين في عقده، بل ممكن تتفاجئوا في يوم من الايام، مش هتبقى مفاجاه ولا حاجه، ممكن الاهلي يجدد له، ده وارد جدا يعني. فبالتالي موجود محمد محمود، ما فيش اي امور تتعلق برحيله عن النادي الاهلي، وان هو بيحترم قرارات الجهاز الفني، وهو ده مثال للاعب المحترف في الحقيقه يعني. خلينا كمان ناخد اليوم السابع، حسام على الفيسبوك بيقولوا تحذير طبي لاكرم توفيق من العوده للملاعب سريعا بعد جراحه الصليبي. بصوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله أكرم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمور ماشية معاك كويس جدا، ومن اللعيبة اللي تقدر ترجع بسرعة. بالمناسبة يعني أنا أفتكر إن الكابتن أحمد حسن مثلا كان وهو في النادي الأهلي اتصاب، جاله رباط صليبي ورجع تقريبا بعد 5 شهور حاجة كده بالكتير يعني، ما عادش حتى 6 شهور، 4 5 شهور. ففي لعيبة بيقدروا يرجعوا بسرعة، أكرم من ضمن الناس دي، بس
برضو النصيحه مهمه جدا جدا ان ما تستعجلش. اكرم الاهلي ومصر محتاجينك، يعني النادي الاهلي ومنتخب مصر محتاجينك. حتى لو شايف نفسك كويس، لا لسه طبعا في اطباء، وفي دكتور احمد ابو عبله والطبيب اللي عمل له الجراحه وبيروح يسافر يعمل تاهيل وكلام من ده. الموضوع مش بسيط يعني. عدم الاستعجال ده امر مهم جدا في ان اللاعب يرجع سليم مليار في الميه، مش 100% بس. وخصوصا الاصابات اللي زي الرباط الصليبي دي بتبقى اصابات رخمه قوي يعني في كره القدم. فان شاء الله يعود باذن الله اكرم توفيق في التوقيت المناسب بالنسبه له. الوطن الرياضي حسام على فيسبوك بيقول ان موسيماني يحسم مصير كهربا في الاهلي بعد قرار او بقرار نهائي. يعني هو العنوان يشد شويه، واخدين بالكم؟ يعني العنوان يشد شويه، اللي هو ايه، اخش اشوف بقى ايه المكتوب. المكتوب يعني ان كهربا ينزل تدريبات الفريق بعد النهائي الافريقي. وكهربا لعب اخر ماتش امبارح بالمناسبه مع فريق هاتاي سبور تقريبا، صح يا جماعه اسمه تقريبا هاتاي سبور التركي، وجاب جون وعمل 2 اسيست، عمل ماتش كبير قوي. ودي كانت اخر مباراه ودع بيها الفريق وراجع على مصر ان شاء الله. وبعد ما هيرجع اكيد هيتمرن، وبالتحديد بعد النهائي الافريقي. ده امر طبيعي جدا لان هو لسه على قوه النادي الاهلي بالطبع. فيما يتعلق بمصيره بقى، هيكمل مش هيكمل، ده امر متروك للجهاز الفني بالتنسيق مع لجنه التخطيط للكره. لكن طبعا كهربا لعيب كبير جدا، ممكن اي فريق يكون محتاجه بما فيهم طبعا النادي الاهلي يعني بس برضه قرار خاص بالناس في النادي الاهلي. حساب بطولات على تويتر بيقولوا رسميا تاجيل ديربي الوداد والرجاء في الدوري المغربي، وكان لازم هيتاجل يعني. يعني الناس كلها بتساعد بصراحه الوداد، سواء اتحاد مغربي، انديه مغربيه، او حتى اتحاد افريقي، كلهم بيساعدوا الوداد. الاهلي طبعا هنا تم تاجيل مباراه ايسترن كامبري، ولازم يعني نحيي ونشكر رابطه الانديه المحترفه اللي اكيد برضو هي كانت عايزه مصلحه النادي الاهلي. وبعد ما النادي الاهلي قال ان هيلعب مباراه ايسترن كامبري بدون الدوليين، فالناس وافقوا واجلوا المباراه عشان الفريق يستعد بالشكل الامثل للمباراه النهائيه. فيشكروا طبعا على هذا القرار بكل تاكيد ومساندتهم للنادي الاهلي. ايا كان هي هتبقى مباراه خارج الحسابات والتوقعات، وباذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي باذن الله. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. طيب الترند المحلي وبعض الاخبار المحليه، نشوف ايه اخر الاخبار. نبتدي باليوم السابع حسام على فيسبوك، واللي بيقولوا اتحاد الكره يخاطب 7 دول اوروبيه لاستقدام حكام اجانب لقمه الاهلي والزمالك بناء على طلب طبعا النادي الاهلي. وده امر مفروغ منه في الحقيقه، لان احنا يعني في غنى عن احتواء جديد. فبالتالي الاتحاد خاطب 7 دول منهم المانيا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وايطاليا، طبعا دوريات كلها كبيره، فبالتالي حكام اكيد كبر. لكن المانيا بالتحديد، وده اللي هنشوفه في الخبر اللي جاي، رفضوا ان هم يجيبوا حكم من عندهم او حكام طاقم حكام من عندهم لاداره مباراه القمه. بسبب ايه؟ وده اللي مكتوب في المصري الرياضي على تويتر. بسبب ان الدوري عندهم خلص والدوريات الاوروبيه كلها خلصت، فالناس بيقولوا ان احنا عندنا حكامنا واخدين اجازه. فشوفوا قد ايه هم مسستمين امورهم، يعني حتى لو في حتى مقابل مادي وعائد مادي بالنسبه للحكام وكلام من ده، لكن انتوا في اجازه. لا يا جماعه، ريحوا عشان تقدروا تعملوا موسم جديد كويس. فبالتالي من كحكام اجانب خلاص مش هيكونوا، عفوا حكام المان بالتحديد مش هيكونوا موجودين في هذه المباراه، مباراه القمه المقرر ليها يوم 19. لكن وارد تشوف من فرنسا، من انجلترا، من اسبانيا او من ايطاليا يعني. طيب خلينا ناخد خبر اخر، وده من حساب يلا كوره على تويتر. مصدر قال يلا كوره ان ايهاب جلال يدرس استبعاد بعض الدوليين من رحله كوريا، وفي مباراه مع منتخب الكوري الجنوبي لمنتخبنا الوطني هتكون اعتقد اولى مباريات الكابتن ايهاب جلال مع منتخبنا. وقال انه بيدرس ان هو يعني يستبعد بعض، مش هو اللي قال يعني، دي التصريحات او مصادر قالت لي يلا كوره، ان بعض الدوليين مش هيكونوا موجودين. فبالتالي من الوارد ان الاهلي يلعب مباراه ايسترن كامبني قبل مباراه الزمالك ببعض من الدوليين في هذه المباراه. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول والكابتن طبعا ايهاب جلال. ده الترند المحلي، لكن لسه عندنا الترند العالمي. الترند العالمي النهارده مهم، ونبتدي بحساب يلا كوره على تويتر، واللي قاله فالفيردي طبعا نجم وسط ريال مدريد. نجم وسط ريال مدريد سالوه، قالوا له يعني تصريحات صلاح بخصوص الانتقام من ريال مدريد في المباراه النهائيه هل استفزتك يعني؟ قال لهم بصراحه التصريحات استفزتني، من واضح انها كلمات يمكن لاي شخص ان يتخذها كما يريد، لكن الامر بالنسبه لي يعد تقليلا من اهميه شعار ريال مدريد ولاعبيه. يعني هو فيدريكو فالفيردي طبعا لعيب كويس جدا اوروجواني في نص ملعب ريال مدريد، فهو خد التصريحات
من وجهه نظره ان هي فيها تقليل من ريال مدريد، رغم ان صلاح عمل تصريحات ثانيه من كام يوم قال انا مش بقلل خالص من ريال مدريد، دول اكبر فريق في اوروبا والاكثر حصدا للالقاب الاوروبيه وكلام من ده، فانا مش بقلل منهم، لكن بشوف ان احنا عايزين بقى ناخد يعني بطارنا من ريال مدريد يعني. ففالفيردي واخدها في الاتجاه ده، اتجاه التقليل يعني. دي كانت تصريحات فالفيردي، ياخدها بقى زي ما خدها يعني. انا والله انا بحب ريال مدريد جدا جدا من زمان، لكن هو مش هزعل خالص لو صلاح خد الشامبيونز ليج، بل بالعكس اتمنى ان صلاح كمان ياخد الشامبيونز ليج من قدام ريال مدريد، وعشان كمان الاهلي بينافس ريال مدريد في الالقاب الاوروبيه، مش عايزينهم يفرقوا علينا تاني، احنا فرق بطولتين ان شاء الله ناخد افريقيا السنه دي في السوبر، نتعادل معاهم وليه لا ما ناخدش كاس العالم، رغم ان هي صعبه طبعا لكن وارد كل شيء. محمد النني يعني على تويتر كتب تويتر لكل عشاق ارسنال وبيوجه الشكر ليهم، قال ايه؟ قال هؤلاء المتواجدون في الصوره او في الصور هم السبب في سعي دائما للتحسن يوما بعد الاخر، عائلتي الحبيبه وزملائي الداعمين وجماهير ارسنال العظيمه، اشكرهم واشكر كل عائله ارسنال على دعمهم ودفعي دائما للامام. في الحقيقه النني مؤخرا عامل عدد من المباريات، اعتقد 6 مباريات متتاليه او 7 مباريات متتاليه للنني في نهايه الدوري الانجليزي، قدهم بشكل مميز، بعضهم فاز في قمم كبيره في الدوري الانجليزي والبعض الاخر تلقوا بعض الخسائر، فبالتالي ادت لان هم هيكونوا موجودين في اليوروبا ليج مش في التشامبيونز ليج، لان الفارق لتوتنهام نقطتين، فتوتنهام خدوا المركز الرابع. تعالوا بقى لكيليان امبابي، لان برضو تصريحات مهمه قوي وشفناها هنا، سمعناها هنا في مصر مؤخرا يعني. فقال ايه ده من مؤتمر تقديم كيليان امبابي، مش تقديمه يعني، اعلان عن تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان ل 2025. قال انا اقدر، دي تصريحات امبابي بقى، قال انا اقدر كل الجهود التي بذلها ريال مدريد للتعاقد معي، هو مقدر جدا ان ريال مدريد كان نفسهم ان هم يتعاقدوا معاه، وقال كمان انا ممتن لحبهم واتفهم خيبه املهم، كما قلت انا فرنسي. بص بقى التصريحات دي، قال يعني الفرنسيين صعب يلعبوا بره فرنسا، ماشي انا فرنسي ولهذا كنت ارغب في البقاء هنا وانا سعيد بقراري. يعني انت لو رحت اسبانيا مثلا مش هتعرف ترجع فرنسا، ده مفيش ساعتين بتبقى فرنسا يعني. الموضوع برضو مش تصريح مش مفهوم، على غرار بعض التصريحات اللي اتقالت مؤخرا هنا في مصر غير مفهومه يعني. قال لك ايه كمان، اتطلع للمستقبل القريب ولا اعرف ما الذي سيحدث في غضون 3 سنوات، كلام انشائي. قال لم يكن، بص بقى خلي بالك ما يفكركش بحاجه الكلام ده، لم يكن المال هو الشيء الاهم بالنسبه لكيليان امبابي. يا سلام يا سلام، امال ايه يعني؟ يعني انت قدامك ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ما قللش من باريس سان جيرمان يعني، فريق كبير طبعا وليه تاريخ بالمناسبه يعني. دي لقطات من تقديم امبابي بعد تجديد عقده في بارك دو برانس في فرنسا، ملعب باريس سان جيرمان. لكن في كل الاحوال ريال مدريد بألقابه وبطولاته العظيمه، ريال مدريد يعني الفرص اللي هتبقى اكتر بالنسبه لك انك تاخد افضل لاعب في العالم او بالندور او ذا بيست اي حاجه فيهم، فبتفضل باريس سان جيرمان. قال لك اصل المشروع، التصريحات دي ما فكرتوش بحاجه؟ دي بقى الناتج ايه في الاخر؟ ان الفريق الكبير هو اللي بينجح، هو اللي بيكسب، هو اللي بياخد بطولات، واللي بيفكر في الفلوس دايما بيبقى غالبا هو اللي بيخسر، غالبا يعني مش دائما وابدا، غالبا هو اللي بيخسر، لان مش كل حاجه فلوس طبعا. فدي تصريحات كيليان امبابي. قال لك انا المشروع الرياضي هناك، المشروع الرياضي في باريس سان جيرمان اغراه جدا، وهناك انديه كانت مستعده لان تدفع له اكثر. ماشي، دي تصريحات امبابي، طبعا لعيب كبير جدا يعني، ممكن الواحد يعني جماهير ريال مدريد الواحد ممكن يكون متضايق شويه ان هو ما جاش، لان المشروع في ريال مدريد كان مبني على كيليان امبابي، احد اهم اللاعبين في المستقبل وحاليا في الحاضر والمستقبل، لكن هو ما يجيش فجاه كده. وكمان هالاند بقى راح مانشستر سيتي، فهنجيب مين؟ طبعا الاتجاه دلوقتي ممكن عند ريال مدريد رايح ناحيه صلاح، ساديو ماني، طبعا نجوم كبار جدا الصف الاول في العالم يعني، لعيبه كتير يعني، جنابري لاعب بايرن. فعلى فكره موضوع ان الصفقه ما تتمش بتاعت امبابي دي بتدي فرصه لريال مدريد في البحث، ومش البحث كمان بس، في التدعيم بشكل اكبر او بعدد اكبر من الصفقات المميزه اللي ممكن بالشكل الجماعي تكون ايجابيه بنفس ايجابيه انضمام امبابي لريال مدريد يعني. فرب ضاره نافعه يعني، ممكن بدل ما كنت هتضم امبابي بس وكنت هتدي له مكافاه توقيع قد كده
وعقد قد كده، فانت بالفلوس دي كلها ممكن تجيب فلان وفلان وفلان وفلان، وهم لعيبه كلهم سوبر ستارز ويقدروا ان هم يحققوا اهدافك يعني. فدي كانت بعض الاخبار العالميه يعني. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، واللي كان بيتعلق من وجهه نظركم ايه هو او ايه هي افضل مباراه للنادي الاهلي السنه دي في دوري ابطال افريقيا قبل المباراه الختاميه لهذه البطوله امام الوداد. فنبتدي بتاليا احمد. تاليا قالت من احلى المباريات كانت وفاق ستيف، الاهلي كان يخوف جدا، اللي هي المباراه اللي كسبناها 4-0 هنا بصراحه كان اداء ونتيجه مميزه جدا، اديتك اريحيه في مباراه الاياب، فقدرت ان انت ايه ان انت تتاهل بكل سهوله طبعا، وفريق الوفاق فريق قوي يعني. ابراهيم الايه الحتير الخطير، ماشي ابراهيم الخطير، ماشي هيمه، اتوقع الاهلي والرجاء ده اقوى مباراه من وجهه نظر، اللي هي الاهلي والرجاء. ممكن بقى اصدع مباراه الاياب، لان الاهلي برده في مباراه الاياب هناك في المغرب عمل مباراه كبيره بعد ما كسب هنا 2-1 في مباراه كانت صعبه، وكان ممكن الاهلي يقدر يجيب اهداف اكتر من كده بس ما كانش فيه توفيق، لكن هو اكيد قصده على مباراه الاياب. ماشي يا هيمه. خلينا كمان ناخد مين، ناخد وليد سعد. الاهلي وفاق ستيف، الاهلي اسد افريقيا، تمام. ناخد كمان امل الدمنهوري، مباراه وفاق ستيف رايح جاي، فبالتوفيق والفوز ان شاء الله في النهائي يعني. مباراتي فعلا وفاق ستيف الاهلي قدام بشكل كويس، حتى مباراه الاياب برضو تعادلنا 2-2، وكان الميزه ان احنا ما خسرناش هذه المباراه، رغم كده احنا كان ممكن نكسب، لكن نتيجه المباراه الاولى يعني ريحت اللعيبه شويه، خلت اللعيبه تفكر في النهائي بقى، وخلت كل واحد يفكر ازاي ان هو يتفادى الاصابات، وده طبيعي جدا بالمناسبه، مش الاهلي بس اللي كان هيعمل كده، اي فريق كان في نفس الموقف ده جاب جون خارج ارضه بقت النتيجه 5-0، فخلاص عشان الفريق اللي قدامك يتاهل محتاج عدد كبير جدا من الاهداف، فهتفكر ان انا ازاي بقى اريح نفسي، اخاف على نفسي، اخاف على فرقتي، فكان ممكن السيناريو ده يحصل لاي حد. طيب تعالوا ناخد اخر تفاعل معانا من مين؟ من ساره اهلاويه. قالت كانت مباراه فاكس ستيف كانت مباراه قويه وممتعه جدا، اهلاويه وافتخر، واضح ان في اجماع يعني على مباراتي وفاق ستيف والاهلي تاهل من خلالهم، لكن زي ما قلت لحضراتكم تبقى اهم مباراه هي مباراه النهائي، مباراه الوداد، وباذن الله باذن الله هتكون دي افضل مباراه للنادي الاهلي السنه دي في دوري ابطال افريقيا باذن الله واحد احد، نقدر ان احنا نكسب ونقدر ان احنا ناخد البطوله للمره الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي الاهلي، ونفرح او اللعيبه والجهاز الفني والنادي كله يفرح كل الجماهير الغفيره والعديده. ومن الحاجات الجميله قوي والله العظيم الواحد يعني كلنا هنا في قناه الاهلي بصراحه، وناس كتير جدا معروف مثلا بانتماء النادي الاهلي او معروف بتواجدها داخل المنظومه، كم الرسائل اللي بتجيلهم عشان السفر، كم الجماهير بتبعت رسائل عشان يسافروا يساندوا الفريق، ان نسافر ازاي، نعمل ايه، الكلام من ده. طبعا النادي اعلن عن كل شيء بشكل رسمي يعني، فان شاء الله ايا كان العدد اللي هيكون موجود مع الجمهور هنا او مع الفرقه هناك باذن الله يكون داعم ومساند بقوه للفريق في مباراه صعبه جدا امام الوداد، صعبه لعده اعتبارات، وان شاء الله الاهلي يقدر يفوز بهذه البطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله. الى اللقاء.